نتائج استثمارها لا تشكل 1% من حاجتها في داخل البلد نفسه، ناهيك عن دعم البلاد الأخرى. من أول أن التفت إلى هذه القضية في الحركة الإسلامية ككل، وأنا لما أقول حركة إسلامية ما أقصد جماعة يا أخوان دعينها، ما أقصد على الإطلاق ولا هذا تفسيري على الإطلاق. أنا عندما أقول حركة إسلامية في فهمي الحركة الإسلامية هي كل جهد مخلص للعمل الإسلامي، سواء كان في عمل منظم أو غير منظم، كل هؤلاء بالنسبة لي هذا الزخم هو حركة إسلامية. لكن لا شك أن على الجماعات المنظمة يقعد أكبر من غيرها. على كل حال، فمن أول من انتهت إلى هذه القضية هو الإمام حسن البنا رحمه الله، عندما تعد الشركات التي أنشأها البنا رحمه الله عليه تتحجب كيف إنسان في زمن هذه الأطروحات. الآن هذا كان بدأ يطرح وصير مؤتمرات الاقتصاد الإسلامي ذات الوقت، ما في، ما كان أحد يفهم أن الاقتصاد هذا شيء يعني إسلامي. الاقتصاد هو بيع وشراء وأرباح تجارة وكذا بس، وفيه كأن يعني نوع من الخطأ الدخول فيه لأنه ينافي الزهد وينافي الورع وأمثال هذا. هكذا الناس يفهمونه في ذلك الوقت. أنت إبداع الإنسان تفهمه في ظل ظروفه التي كان يعيشها، فعندما يأتي ويقول لا في شيء اسمه اقتصاد إسلامي، مش فقط نظري ويطرح النظرية في هذا، بل يطرح أيضا عملي، فينشئ لك عدد هائل من أنواع مختلفة بأسماء مختلفة من المؤسسات التجارية والاقتصادية، ويطرح لك اطروحات اقتصادية عجيبة جدا، فيطالب أعضاء جماعته من طالب المسلمين بمقاطعة الصناعات الأجنبية. في ذاك الوقت الكلام اللي كان الإنجليز مسيطرين على مصر، فيطرح لك هذا الطرح. وليس هذا فقط، لكن من بين الشركات اللي ينشئها ينشئ لك شركة معادن تعدين وشركة أحجار وشركات مبدعة في حاجة الناس. سيطرة في ذات الوقت كانت كاملة للإنجليز وغيرهم في مثل هذه القضايا، فيأتي في مثل هذا الإبداع. نحن نحتاج مثل هذا الإبداع اليوم بدرجات أكبر بكثير من ذلك الوقت. فإذا أضفنا إلى هذه المشاكل التي تعيشها الأمة مشكلة الفرقة والخلاف على مستوى الدول وعلى مستوى حتى الحركة الإسلامية في داخلها، ناهيك عن مستوى الأفراد طبعا، عندنا فرقة عجيبة. لما تأتي وتشوف حزب البعث العربي الاشتراكي، حزب واحد، فكرة واحدة، أشد عدوين في العالم العربي سوريا والعراق، عداء بينهم شيء رهيب ما تتخيل، وهم حزب واحد فكرة واحد، يعني مش فقط العالم الإسلامي بس بين المسلمين فقط، هذه ظاهرة كل العرب كل المسلمين، عداء عداء عداء، ما في أحد يثق في أحد. أنا تحدث مرة مع وزير مالية في أحد الدول العربية، فأقول له ليش ما تستثمروا أموالكم بدل ما تستثمروها في أوروبا، تستثمروها في أمريكا، تستثمروها في دول أعدائنا، يعطوهم ربح صحيح لكن أكثر الربح يروح لهم، وهم اللي يدعموا إسرائيل يدعموا أعدائنا. أليس الأولى أن تضعوا أموالكم مثلا في السودان التي فيها طاقات خام هائلة؟ أنا والله صراحة ما نفق فيه، وهو جاب والحقيقة جوابه صحيح، يقول بعد ما يصير تجارة كويسة وينجح المشروع يأمموك يأخذوك هنا. الاستثمار في البلاد الغربية والشرقية مأمون، في البلاد العربية غير مأمون. هذي يرد شوية ديون اللي عليهم، ما في دين يرجع، يسدد ديونهم للدول الغربية، لكن لما ما يسددوها لا فرقة حتى بين أهل الكفر نفسهم في أمتنا فرقة. يعني طيب أنتم تعتم عن دين الله تعالى، طيب أحسنوا دنياكم، يعني لا دنيا ولا دين، مصيبة. يعني على الأقل حاولوا تصيروا زي أمريكا ولا روسيا، ولا دعك من أمريكا وروسيا، أمريكا وروسيا دول مسيطرة عظمى، يا جماعة صيروا زي ألمانيا اللي بدأت تعمر نفسها بعد الحرب العالمية الثانية دمار ما تتخيله، دمار هائل. شوف ألمانيا وين وصلت،
ما عندهم دين، ما عندهم يعني احنا دعونا من قضية الدين بس دنيا فأحسن اسمياتهم صيروا زي اليابان اللي سيطرت عليها امريكا سيطرة كاملة بعد الحرب العالمية الثانية. شوف الان اليابان والوصلة ايش اللي يمنعكم ان تصيروا مثلهم؟ ما عاوزين دين؟ طب سيبوكم من الدين احكي دنياكم احكي لا دنيا ولا دين لين؟ تخلف، جهل، فرقة، شيء هائل نتحدث عنهم يا اخوان. نحن ما نتحدث عن مشكلة الف ولا الفين ولا عشرة ولا مئة ولا احنا هذه الفرقة تصل الى اعمق الجذور. كل بلد فيه فرقة، منطقة شرقية احب المنطقة الغربية، واللي بدمشق حكوا على حمص حكوا لهم يربوهم يربوهم كده هكذا يردوهم الى ان تحدث هذه الفرقة تتغلغل حتى تصل الى داخل العمل الاسلامي. اخي يجونا شباب يلتزموا بالعمل الاسلامي ويجيبوا معهم السوالف هذه. فيأتي الشاب المسلم من الخليج مثلا فما يزال بعد اسلامه والتزامه ينظر نظرة ترفع الى البلاد الاخرى. ما عندك ايش عشان تترفع؟ ولا طبعا عندك ايش انا عشان تترفع؟ شو العلم اللي عندك ولا كلها تلفلت ورثها من ابوك؟ ما حتى بجودك انت الذاتك ورثها من ابوك. هذا اقول داخل العمل الاسلامي. ويا سبحان الله ما اسرع ما يثور الخلاف. ناتي داخل المسجد الواحد انا استاهل الامامه اكثر منك ويتضاربوا على الامامه. والله انا يعني كل شيء ابلعت هذه، يعني كل شيء فعلا ابلعت الا هذه القضيه ان نتضارب على الامامه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث البخاري ثلاث لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا من بينهم من أما قوم وهم له كارثه. ما تقبل صلاته اذا كان الناس يكرهون صلاته. الواحد يخشى ان يتقدم الى الامامه والى المنبر لمعرفته بالنقص اللي عنده والقصور اللي عنده والضعف اللي عنده والمعاصي اللي عنده، فيقف في هذا المكان اللي هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. انا ما يبقى قم اتضارب عليه. والله يا اسعدها ساعه بيجي واحد يخطب مكاني ولا يصلي مكاني يرفع عني هذه المسؤوليه وهذا الهم. هكذا لازم نشعر فيها. ليه؟ صوت بعض يا أم القوم أقرأهم أنا أقرأكم. ما هكذا تأخذ الأمور، ما هكذا تأخذ الأمور. يجيك على كل قضية ينبش سبحان الله ما أدري وين يبوها، يجيب لك قضية من بطول الكتب عشان يفرج الناس. لا لا في هذا أهم شيء كيف تعملوا؟ ما يجوز في إمام فلان فلان يقال كذا. طبعا طبعا ما عندهم علم أخي الناس كلها تعمل كذا. لا لا ما هي تتبعون الاعضاء والاسعاد يجوز. فيجيك مرحب يكون فرع هذول الناس عندهم نقص العلم فيتلخبطوا تصير مشكله وتحدث الفرقه. طبعا اذا حدثت الفرقه اولا تنزع البركه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يخرج من بيته فاذا اثنين من المسلمين متشاكسين وضاربين مع بعض والناس تفرقوا. فلما تهدأ الامور قال خرجت لأخرجكم لأخبركم عن ليلة القدر. أي أي ليلة هي؟ فأنسيتها لخلاف هذه لأن غير مقابل مع بعض بشيء. أي ليلة فنزعت من الأمة بركة هائلة لقرون من أجل ثلاث سنوات. تنزع البركة أولا عندما دعني للفرصة. فإذا عرفت إلى نبع البركة أنه ما يحدث إنتاج يتوقف الإنتاج لا تشغل بعض لا في دعوة ولا في علم ولا في الناس كلها تسمها على بعض. وذلك يجب إنهاء الخلافات بسرعة. فإن لم تنتهي فليعتزل أهل الجد ويعمل ويتركوا أهل الخلاف يتكلموا ويتضاربوا هم أحرار. فإذا أضفنا إلى هذا كله أيها الإخوان أمراض أعظم من كل ما ذكرناه وهي المعاصي البعد عن الله تعالى
نسيان الله تعالى، جفاف القلوب، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الحجارة تلين والقلوب لا تلين. هذا في عموم الأمة هذا المرض، تشهد بعينيك، أنا رأيت بعينيك نساء يذهبن إلى قيام الليل في رمضان، فعندما يخرجن من المسجد وهن في طريقهم إلى السيارة تنزع الحجاب. قضية شكليات، مش قضية تقوى وورع وخوف حقيقي من الله سبحانه وتعالى وإقبال عليه. كثير من الشكليات. الله سبحانه وتعالى يقول يضع لك منهج كامل في هذه المسألة. من الذي يفلح في الدنيا والآخرة؟ من الذي يفلح؟ قد أفلح من زكاها. من الفائز؟ وقد خاب من دساها. منهج أصل قاعدة عامة. التقوى والإقبال على الله سبحانه وتعالى تفتح البركات، ليس فقط في الآخرة بل أيضا في الدنيا. قال استغفروا ربكم إنه كان غفارا. نتائجها في الدنيا أولا ثم الآخرة. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. في الدنيا الكلام. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تفتح البركات بالتقوى. نحن عملنا ما في بركة كأمة، وحتى في كثير من الأحيان في الحركة الإسلامية كثير من البركة مفقودة لفقدان التقوى. دعني حسن الكلام، التقوى ليست بحسن الكلام، التقوى ليست بهز الرؤوس وفي الموعظة الجميلة، ليست هذه هي التقوى. يحدثون عن أحد العلماء كان عجيبا في وعظه، فوعظ الناس يوما ثلاثين حواليه، وعظ الناس فأخذوا بالبكاء، فالتفت يريد أن يأخذ كتابه، كان حاط وضع الكتاب، فإذا الكتاب مسروق، فأخذ ينظر من سرق الكتاب شوفوني، ما عرف، الكل جالس يبكي، قال كلكم يبكي، من سرق الكتاب؟ كلكم يبكي، مين اللي سرق الكتاب؟ ما حد دخل ولا حد خرج، واحد فيكم ويقول يجي. التقوى ما هي قضية شكلية، التقوى مش عمامة تلبسها وتعمل لي حركات، كيف حالك يا أخي وش أمامي تعمل لي تقوى. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما يجد شاب يصلي متقطئ الرأس من الحركات نزل الرأس جاء ونخذ في وراء وفي رقبة، قال يا صاحب الرقبة التقوى ها هنا وليست ها هنا. التقوى وين؟ التقوى هنا. التقوى يجيك بعض الناس، يجيك واحد لابس كذا تمهيد بشرعي، طبعا انا بالنسبة لي ما اخذت تمهيد بشرعي، بالنسبة لي هذه كلها من قضايا العادة. واللبس الشرعي هو اي لباس خلا من الحرام والمكروه، هذا لبس الشرعي، ما هو لبس الباكستانيين ولا لبس المخليجيين ولا، هذه عادات. على كل حال تجي بهذا المظهر ويعتبر انه بهذا المظهر هو صاحب تقوى وصاحب ضلال. لا، قضية مش مظاهر، قضية خوف قادر من الله رب العالمين. عندما يجلس الناس حول الحسن البصري، يجلس بعض طلاب العلم والعلماء حول الحسن البصري رحمه الله، فيتحدثون في التواضع، كلهم في التواضع وهو ساكت، فبعد قليل يلتفتون اليه فيقولون يا ابا سعيد ما تقول في التواضع؟ قال اراكم قد اكثرتم من الكلام في التواضع. التواضع ان تخرج فلا تلقى مسلما الا وتعتقد انه خير منك. هذا حقيقة الأمور.
ثم أعظم هذه الأمور هي مسألة تعطيل الشريعة، ابتعاد عن منهج الله تعالى، تحكيم شرع الكفار، تحكيم القانون الفرنسي ولا غيره، ولا القانون الإنجليزي ولا غيره، جعل الإسلام رسمي. الإسلام هو وزارة أوقاف، عندما تحول الإسلام إلى مثل هذه الصور، وخاصة عندما أممت حتى الجامعات الإسلامية، حتى الأزهر، الأزهر معظم الثورات الإسلامية ومعظم الحروب ضد الأعداء كانت تبدأ من الأزهر، وكان هذا دور الأزهر في تاريخه إلى أن جاء عبد الناصر وأمن أوقاف الأزهر. كانت هناك، كيف كان الأزهر يشتغل؟ كيف كان طلاب العلم ينفق عليهم؟ ما كانوا مشغولين بطلب الرزق، يتفرغ تفرغ كان ينفق عليه هو وأهله. من أين؟ كان ينفق عليهم من أوقاف المسلمين التي أوقفوها للأزهر. فجاء عبد الناصر عمل ما عملها أحد في الأمة كلها، تضيفها إلى مخازين، فجاء وأمن الأزهر. الأزهر يتأثمن، جعل أوقاف الأزهر تابع لوزارة الأوقاف تبع لتصرف الحكومة. فصار العلماء وطلاب العلم مصدرهم في الرزق وين؟ الحكومة، بعد ما كانوا مستقلين استقلال كامل صار مصدرهم الحكومة. فعندها ولأول مرة في التاريخ يعين شيخ الأزهر، مش بقرار من أهل الأزهر وعلماء الأزهر، يقرر من قبل عبد الناصر. يعني كلهم ماتت أرزاقهم بيده وسيطرات. والذين رفضوا ووقفوا وقفة عظيمة في مثل هذا الأمر من أمثال الشيخ محمد أبو زهرة لم يلتفت إليه، وغلبته الكثرة من العلماء الذين خافوا على رزقه. هذا التعطيل للشريعة ليس فقط فساد في الدنيا، هذا فساد في الدنيا والدين، وليس هذا فقط، بل هو من أكبر الأسباب في تخلفنا في كل ما ذكرناه. لم يعد التعليم وفق الإسلام، ولم تعد التربية وفق الإسلام، ولم يعد الاقتصاد وفق الإسلام، ولم يعد شرع الله حاكم حتى في الأحوال الشخصية. ففي كثير من القوانين في الأحوال الشخصية تجدها مخالفة للإسلام. أقول عندما حدث كل هذا خرجنا لهذا الواقع المريض الذي تحياه. من المسؤول؟ المسؤول يقول بعض الناس أنه الحكام. مشكلتنا كلها فيها الحكام، مجموعة يا جماعة والله عجيب. يعني فعلا واحد لما يقرأ التاريخ، أنا قرأت في التاريخ، حاولت أشوف الأمة هل يوم تجمع عليها أمثال هؤلاء، ما وجد. يعني دائما في الأمة تجد حاكم فاسق ظالم كذا، تجد في التاريخ في أحوال كثيرة تجد، لكن مو في كل مكان. الحاكم بأمر الله في مصر، لكن الباقي ليس بهذا السوق. حتى دول الطائف اللي كانت في الأندلس 21 دولة أو 22 دولة، كلهم 22 دولة في إسبانيا، فيهم فساد شديد، لكنهم لم يصلوا إلى هذا الذي وصل إليه حكامنا في هذا الزمان. ولذلك تجد أن عدد كبير من حكام الطوائف يوافق بل يدعو دولة المرابطون في المغرب لأن تأتي وتقاوم الكفر النصراني، بينما نجد الحكام اليوم يتعاونوا مع أعداء الله ضد المسلمين، وإيران تجيها الأسلحة من إسرائيل عشان تضرب العراق، والعراق تجيها الأسلحة من روسيا عشان تضرب إيران. فصحت على ذلك. فالحكام لا شك أن المسؤولية على الحكام، لكنها ليست هي المسؤولية الوحيدة، ليسوا هم المسؤولين عن كل شيء. لا شك أن عليهم المسؤولية الكبرى، لأن بيدهم السلطة، واللي بيده السلطة المسؤولية على قدر السلطة. قانون إداري معروف،
كل ما كانت سلطته اكثر كل ما مسؤوليته اكبر. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لانه كان يحكم كل بلاد المسلمين شعر بالمسؤوليه العظمى، فقال والله لو عثرت بغله في العراق لخشيت ان يحاسب عليها عمر، لما لم يمهد لها الطريق. شعور المسؤوليه عجيب. فكان طبعا ما في شعور مسؤوليه ابدا، يعني شعور المسؤوليه هذا شيء، هذا شغل. يعني لما تاتي هزيمه 67 على فجاعتها يلبسوها عبد الحكيم عازف، هو اللي عملها. انا خدعوني انا مريم. والله ما كان يدير الامور كلها لنا، ما كان شيء يحل ولا يربط الا باذنك. فلما ياتي الحسنه لك والسيئه على غيرك لا تستقيم. لكن مشكلتنا نحن بسبب شعوبنا العاطفيه، وهذا جزء من واقع الحركه الاسلاميه اليوم، ان احنا نريد جهه نعلق عليها المسؤوليه ونرتاح. المسؤوليه على الحكام، لكن ليس الحكام فقط هم مسؤولون عن المساله، ايضا العلماء مسؤولون، والعلماء فيهم تقصير وتقصير هائل. لو العلماء قاموا بدورهم ما وقف واحد مثلي وتكلم مثل هذا الكلام. نحن مضطرون أن نتكلم في مثل هذا الكلام وأن نأتي ونتصدى للحديث للناس، لأن العلماء انشغلوا. يبدأ رمضان يبتدي دروس رمضان يبدأ في الطهارة، ينتهي رمضان هم لسه في الحمام ما زالوا يتكلموا في الطهارة. كم من عالم سمعته يتكلم عن الربا في البلد؟ كم من عالم سمعته يتكلم عن الفجور في السياسة؟ كم من عالم سمعته يتكلم عن الفساد في الأوضاع القانونية؟ كم من عالم سمعته يتكلم عن الحكم بما أنزل الله، وأنه جزء من عقيدتنا وأنه جزء من عبادتنا؟ انظر ماذا يقول الله تعالى: إن الحكم إلا لله. لا تنتهي عن هذا، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. هذه الآية اللي إذا عاوز تبدأها تقول أن الحكم دلال وحدها، إيش علاقة الحكم بالله بالعبادة بالدين؟ بدون الحكم بما أنزل الله ما تكون عبادة حقا، يكون عبادة غير الله. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إن حكمتم غير الله عبدتم غير الله. إن الحكم إلا لله، إن لم تفعلوا فقد خالفتم الأمر الثاني، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وإن فعلتم ذلك فهذا دين فيه انحراف. الدين الحق هو الحكم بما أنزل الله ذلك الدين القيم. جماعة ترى القرآن ما في كلمة إلا في مكانها. الله سبحانه وتعالى عندما يضع هذه المعاني مباشرة بعد الحكم مقصودة، مش جاءت هكذا للتذكير بمعاني مختلفة لا ارتباط بينها. لذلك الأصمعي لما يتحدث الناس فيستشهد بالآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إن الله غفور رحيم. فواحد جاء من الأعراب قال له: يا أصمعي كلام من هذا؟ قال له: يضحك، هذا كلام الله. قال: ما هذا بكلام الله؟ أنا أقول لك هذا كلام الله جاء في القرآن. قال: الله ما يقول هالكلام. قال: يا شيخ اتق الله. قال: لا يمكن الله يقول هالكلام. قال: الناس اللي يضربوه قال: اتركوه اتركوه، جيبوا قيموا على الحجة، جيبوا القرآن. جابوا اقرأوا له: وإذا فعلا آخرها ليس إن الله غفور رحيم، إن الله عزيز حكيم. فتعجل الناس قالوا: كيف عرف؟ قال: تقول بتعويضه مكالا عزة. هذا الموقف موقف عزة وحكمة، ما هو موقف مغفرة ورحمة. غفور رحيم ما تركب معها، يركب معها شديد العقاب، يركب معها هذا يركب معها، ما يركب معها غفور رحيم. ما في حرف، ما في كلمة في القرآن بمكانها. هذه التعليقات: إن الله سميع عليم، إن الله غفور رحيم، ما هي ما هي هكذا عشان بس تكتب الآية فيها. كل شيء مقصود في موضعه. هكذا نفهم القرآن. فالعلماء ما يتكلمون في مثل هذه المعاني، ينذر منهم. واللي يتكلم يقول: يا شيخ جزاك الله خير، الآن ما في داعي لمثل الكلام، والناس محتاجة للتأصيل الشرعي ومحتاجة لفهم التوحيد. هو التوحيد، شو التوحيد؟
إن نزعت هذه المعاني من التوحيد صار توحيدا فارغا، لأن توحد الله بينكم من نفسك. التوحيد هو في كل شيء، نحن نوحد الله تعالى في الاقتصاد، نوحد الله تعالى في السياسة، نوحد الله تعالى في العبادة، نوحد الله تعالى في القضاء، نوحد الله تعالى في العلاقات الدولية، هكذا نوحد الله تعالى. التوحيد معنى شامل. لو أردنا أن ننظر إلى القضية الوحيدة التي يدور حولها القرآن، أو القضية الأساسية التي هي محور القرآن، لوجدنا أن القرآن يدور حول قضية التوحيد. وإلا كتب عليكم الصلاة لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون، فيأتي لآيات الطلاق ويقول ذلك يوعظ به منكم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فهذا الطلاق تكلم عن التقوى والإيمان، ما تجد حكم لا في الأخلاق ولا في الفقه ولا في القانون ولا في السياسة ولا في الاقتصاد يطرحه القرآن دون أن يطرح معه قضية التوحيد والتقوى لله رب العالمين والإيمان بالله رب العالمين، ما تفعل. فالفصل الذي يجري اليوم، الفصل بين السياسة الشرعية والفقه والسيرة والسنة وغيرها، هذا الفقه هو هذا التفريق، هذا الفصل هو للتسهيل، للتسهيل، ليس لأن هذه المواضيع منفصلة. لا يمكن أن تقام الحدود بمعزل عن نظام الاجتماع الإسلامي، ما ممكن، مفسدة. ما ممكن أن يطبق النظام السياسي الإسلامي في معزل عن النظام الاقتصادي الإسلامي، ما ممكن، يبقى نقص هائل. فنحن نحتاج إلى من يحدثنا في هذه المعاني، من يفهمنا ديننا. نحن تطبقنا على هذا العلم، نريد العلماء الذين يتكلمون في هذه المعاني ويوضحون أن هذا كله وحدة واحدة. الفقه نريد أن نفهم الفقه بمعناه القديم. يا جماعة، الفقه بمعنى الأحكام هو معنى متأخر، جاء بعدين. في البداية اقرأ أي كتاب في تاريخ الفقه الإسلامي، تجد أن في المراحل الأولى المقصود بالفقه إيش؟ يدخلون في الفقه العقلي. طيب، يسأل أحد الولاة عن سر قوة الحسن البصري، وهو عالم ليس له نفوذ في الدولة، ليس له مكانة في الدولة، لكنه له قوة، هو الذي يحرك الناس. فيسأل الوالي عن ذلك فيقول ويجيب: احتجنا إلى دينه واستغنى عن دنيانا، احتجنا إلى دينه واستغنى عن دنيانا. هذه سر قوته. مشكلتنا اليوم أن بعض العلماء، ليس كل العلماء، سار في ركاب السلطان وصارت الفتوى جاهزة. عبد الناصر لما يسافر إلى الصين فيذهب معه وزير أوقافه شيخ كبير معمم من العلماء، فيقدم لعبد الناصر الخمر، فيسأل الشيخ: يا شيخ، هل يجوز لي أن أشرب؟ قال: لا والله يا سعد الرئيس، أنت في مهمة للإسلام والمصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، ولو أنك يعني إذا رفضت قد يحدث نوع من النفور بينك وبينهم، وهذا لا يؤثر عليك وحدك ولكنه يؤثر على الأمة، ولذلك تقدم مصلحة الأمة على مخالفتك الشخصية، فيجوز لك أن تشرب. فيجيبه عبد الناصر ويقول: بل لا أشرب حتى نعلمهم عاداتنا. يعني طلع أحسن منه. من العلماء من صار ملك أكثر من الملك، حتى أنه في تاريخنا أن أحد الولاة بدأ الناس يستهزئون ببغلته، بذيل بغلته، ذيل بغلة السلطان معوج شوي أو فيه علم، فالناس بدأت تضحك تستهزئ. فواحد من هؤلاء العلماء إياهم أصدر فتوى: لا يجوز الاستهزاء بذيل بغلة السلطان، لأن للسلطان مهابة والاستهزاء بذيل بغلته إسقاط لمهابته. ف
الآن زيد جاهزة. أي نوع فتوى؟ مقياس كم بالله؟ بس أنت تقول إن مقياس إحنا جاهزة عندنا في الصناعة فيها. هذا الواقع في كثير من العلماء اليوم، هذا الواقع. على كل حال، فالمسؤولية على الحكام، والمسؤولية على العلماء، والمسؤولية على عموم المسلمين، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما تكونوا يولى عليكم. واحد من العلماء في احدى المحاضرات يحدث الشباب، عالم فقيه من الوعاظ، فيحدث الشباب، فينطلع واحد من الشباب يقول: يا شيخ 30 سنة وانتم صار لكم تتكلم، عملت ايش؟ فالشيخ بحكمته قال: يا ابني صار لكم 30 سنة تسمع وانت عملت ايش؟ انا قصر. انت تقصر يعني؟ هذا يعفيك يا مسلمة؟ نحطها على العلماء، احنا العلماء مقصرين. بعدين هل هذا سيغنينا يوم القيامة؟ كلكم آتيه يوم القيامة فردا، لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هو آخر مسؤولية في تحديد المسؤوليات هي مسؤولية الحركة الإسلامية، هي أيضا مسؤولة عن ما نحن فيه. لما؟ لأن العمل معقود عليها، يعني تتلفت يمينا ويسارا، فلا تجد مخرج من هذه الأزمة التي تعيشها الأمة من غياب الوعي، من الضعف الهائل الذي نعيشه، لا تجد مخرج إلا هذا الأمل الذي نراه في الحركة الإسلامية. فلأن عليها الأمل نحن نضع عليها المسؤولية، ونحن هنا لا نقصد حركة بعينها، أكرر، لا نقصد جماعة بعينها، وإنما أقصد جميع الجهود المنظمة وغير المنظمة المخلصة التي تهدف لإعادة الإسلام للحياة من جديد. هذه الحركة الإسلامية ما دورها؟ لماذا لم تصل إلى الحكم؟ ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الحركة الإسلامية اليوم؟ كيف نعالج الحركة الإسلامية وبالتالي نعالج الأمة؟ هو موضوع إن شاء الله الحديث في المحاضرات القادمة. جزاكم الله خير على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.